مرحبا بكم في حصتكم ولدنا تحت جناحنا. اليوم مع اخصائيين راح نعالجوا هذا الموضوع اللي هو الصدمه للشوك ايموشنيل عند الطفل. نتكلموا اليوم عن الصدمة النفسية أو الصدمة الانفعالية كما قلت انت، شوك ايموشنيل. الصدمة لا تصيب الأطفال فحسب، بل تصيب المراهق وتصيب حتى الكبار. إذن الصدمة هي من أهم المواضيع النفسية. صرا الجاريج والانشوك هكذا كان سما دار اكسيدون. حصتكم ولدنا تحت جناحنا الموجهة للأولياء تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو موضوع الصدمة النفسية عند الطفل، الشوك ايموشنيل شي لانفون. رغم الشرخ اللي تخليه صدمة في نفسية الإنسان، لكن هي تعالج. يعني في الحقيقة ما كاش صدمات ما تعالج. إذا كان حسيتوا باللي الطفل هذا صدمة ولا أي حاجة، لازم تعرضوه على طبيب مختص. هذا الشيء مفروغ منه، لأنه رايح يعايش هذيك الصدمة وكامل، وراح تكون عندها آثار وخيمة، وإحنا ماذا بينا ولدنا يكونوا صحاح ويكونوا مرتاحين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وممكن تواصل معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، حب وحنان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.